يصطف الأطفال هنا لأداء النشيد الوطني في حفل أقيم بعزلة الأشروح قدس مديرية المواسط بمحافظة تعز. هذا الاحتفال هو اختتام لبرنامج روضة الأطفال التعليمي، والهادف لتقليل الآثار السلبية للحرب على الأطفال وتجهيزهم لمرحلة ما قبل المدرسة، رغم توقف العملية التعليمية في كثير من مدارس الجمهورية كما يقول القائمون عليه. الروضة عبارة عن 5 وحدات تعمل في خلال 35 جلسة، 4 أنشطة. من خلال هذه الأنشطة نستطيع أن نكسب الطفل قيم وأخلاق دينية وطنية واجتماعية. كان لابد من برامج تعليمية للأطفال وترفيهية في الوقت ذاته لإخراجهم من أجواء الحرب المستمرة في البلاد، وإن كانت هذه البرامج بمبادرات شخصية دون تلقي الدعم الكافي لإقامتها. فالمعلمون هنا يشكون من توقف صرف مرتباتهم، لكن بالرغم من هذا يواصلون تقديم مهامهم التعليمية بل وإنشاء برامج تعليمية إضافية، ومن ثم العمل على تطويرها لإثراء العملية التعليمية في الريف قبل الحظر. نتيجة للظروف التي تمر بها بلدنا الحبيبة وما حصل لها من الدمار، فقد أردنا من خلال هذه البرامج التربوية الهادفة أن نخرج هؤلاء الأطفال أكبادنا، فلذات أكبادنا، مما نعانيه نحن الكبار، وحتى لا يكون يعكس هذا الوضع الذي تمر في بلادنا سلبا على أطفالنا. يحاول المعلمون الهروب من واقع الحرب المأساوي إلى فضاء التعليم الواسع وتنشئة جيل جديد على قيم وطنية ينشد السلام في زمن الحرب. ويحاول الأطفال تناسي المعاناة التي يعيشون في ظلها وصنع فرحة غائبة عنهم، فينجحون في ذلك، أو على الأقل هذا ما تقوله بعض المشاهد هنا.